السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نجمع لي بيس ديالي ديال هذا المعطف اللي يعني طولنا فيه حلقات، ولكن علاش طولت فيه؟ باش يعني الاغلبيه تفهم. اذا عندي لونسومبل ديالي باش غادي نجمع لي بيس ديالي، غادي نحطها كدا على كدا. هذا الامام فاس كونتر فاس، يعني امام مع الامام. اذا الرقعه ديال الامام اللي فيها الروفر ديالي الكول ديالي، الرقعه ديال الامام اللي فيها الروفر ديالي. اذا هادو متشابهان. الخلف فين كاين؟ هادي اليسرى وهادي اليمنى. اذا اول حاجه غادي نعمل غادي نلاقي هادي مع هادي في الخياطه ديالي. البنات ديالي كيخيطوا وفي الاخير كتجي جهه شيطه على جهه على هذا الشكل هذه. غادي نشرح وغادي نجزاء هذه الخياطه هذه لقسمين او ثلاثه، نتمنى نديرها في قسمين باش يكون الشرح واضح. اذا ملي كيلاقيو لي بيس ديالي ديال لي ديكوب، سواء برينسيپ اما ديكوب برينسيس او هاد لا ديكوب لاتيرال او نابورت كيل ديكوب او اي قطعه، كيلقاو جهه متفاوته على جهه على هاد الشكل هذا. اذا بهذه الطريقه غادي تعطينا واحد الميوليه وغادي تعطينا واحد الديفو اللي هو حنا في غناء عنه. اذا ما هو المطلوب يا استاذ؟ غادي نشد لابانس ديالي اللي درت في التصميم ديالي مع لابانس ديالي على هذا الشكل هذا، ونشد بليزي بانجل باش ما بغيتي باش نحترم الخياطه ديالي على هذا الشكل. اذا انا كمبتدئه او فاهمه شويه في الخياطه، ندير فوفيلاج، ندير حتى فوفيلاج، خص هادو يجوني متوازني، لان اي حركه جات جهه متفاوته على جهه غادي تجيك لاغوب ديالك او المونطو يعني ما فيه ميتشاف. ما عرفتش كيفاش غادي نشرح. اذا غادي نشدو بهذه الطريقه هذه، من بعد ندير لي زيبانغل ديالي اوريزونتال باش يدوزو على الماكينه، او نعمل الفوفيلاج. اذا قواعد ديال الفصله والخياطه هما هادو اساسيات ديال الخياطه، وبالاخص في لي ديكوب. ولو كانت في طنوره ولو كانت في جيب فيها لي ديكوب بحال هكدا، عمليها هكدا غادي تطلع لك خياطه جد جد رائعه، وما غادي تفتقي، ما غادي ديري حتى شي حاجه. اذا هذا بالنسبه ليا انا شديتو هكدا، يعني حتى تشديهم بجوج عاد ديري لهم السرفاله او لوفرلوك، ماكينه لوفرلوك هكدا. سمحني، شكرا ديك القرعه. اذا وغادي نشد على هذا الشكل هذا، نفس الشيء نفس الشيء. اذا هنا ما كنتش درت الفتحه ديال لابانس او علامه ديال لابانس الكرهنه، انا غادي نعملها دابا على هذا الشكل هذا، ونشدو على هذا الشكل. اذا خصني هذا الشيء يجيني متوازن. اغلبيه بغات هذا الكول هذا، من بعد غادي نشوفو ومازال غادي نناقشو وغادي نجلسو فيه هنايا. اذا ملي غادي نعاود نشرحو وغادي نعاود نشرحو، يعني غادي يجي لبعض الاخوات الملل، ما عندي ما ندير، يعني غادي نستمر من اجل الشرح ومن اجل الفهم، غاديش يمكن لي نتجاوزو. وهذا عندي كنطاق شرف بيني وبين الاخوات اللي متبعيني، حتى تفهموا عادي يمكن لي. رغم انني في هذا الفيديو هذا ما غاديش نحصل على بزاف المشاهدات، ولكن غادي نحصل على المصداقيه ديالي مع الاخوات اللي متبعيني 7 سنين ولا 8 سنين ومخلصين للقناه ديالي. اذا بهذه الطريقه الا درتي شي طريقه اخرى تحملي المسؤوليه ديالك. اذا كنصحك، انا كنهضر معاك بالتجربه والاخوات اللي كيخيطوا، راه غادي يقول لك راه بصح الاستاذ قال كلمه الحق، الحق يعلى ولا يعلى عليه. اذا هاد الثاني ساليتو، بقى لي الخلف باش نمشي مباشره للماكينه ونخيط وانا مرتاح، ماشي نبقى نجي للطبله ونمشي للماكينه نديرو الرياضه هاك. شكرا سي محمد. اذا نفس الشيء، اعطيني البيلوطا بيغ بورت بينغ هايا ميرسي. اذا نفس الشيء اللي درت للامام غادي نديرو للخلف. اذا الخلف كنت وعدتكم بانه ما مقطوعش من الوسط، ما بغيتش نزيد الخياطه الثانيه باش ما تكلفنيش الوقت، وبحكم اننا يعني ما كيبغيوش الخياطه تكون الوسط، يعني في اوروبا الا ما كانتش الخياطه في الوسط في لاوت كوتور ما يلبسوش الارتيكل، ما يلبسوش الموديل. اذا نفس الشيء قديت هنا وقديت هنايا،
غادي نعمل هذا. إذن اوبليجي اوبليجي الخياطة ديال الظهر حنا ما كنعملوهاش في المسائل التقليدية ديالنا. إذا غادي نشدو بدا على هاد الشكل وعلى هاد الشكل وهنايا هو الاول نشدو على هاد الشكل. الاخوات تفرجت في واحد الفيديو واحد الاخت كتنصح تتقول لك خيطي من هنا حتى لهنا وعاد اجي خيطي من هنا حتى لهنا. الا درتي هاد العمليه غادي تجمع لك لومبيشي قنت ويعطيك شي كارثه. حنا كنشدو كل شيء على هاد الشكل وكنديرو فوفيلاج وكندوزو خياطه هكذا. مثلا بديت من هنايا وساليت هنا نبدا من هنا ونسالي هنا. علاش؟ عندنا الفوق الماكينه الابره كتخيط هكذا اوليغراف كيجبدوا لنا الماكينه. ملي غادي تخيطي انت من هنا لهنايا وتعاودي وتقلبي من هنا غادي يجيك الارتيكل دايره. المهم نصيحه كنقولها والعلم لله. اذا حاولوا تفهموني. اذا عندنا السنان دروس كيجبدوا هكذا والابره كتخيط هكذا. هاد الدروس الا ما كانوش مريقلين كيشربوا. اذا الا خيط من هنا لهنايا بديت البدايه ديالي كانت من هنا لهنايا بدايه المشوار بدات من هنا لهنا تبدا من هنا لهنايا عاوتاني باش يعطيني توازن. عندي لي غريف من تحت السنان كيجبدوا والفوق عادي. اذا الا خيط من هنا لهنا وقلبت وخيط من هنا لهنا غادي يكون لي الموديل دايره كذا وخذوا راحتكم. اذا دابري مون اكسبيريونس التجربه ديالي انا غير كنقول والعلم لله. المهم جربوا هادي وجربوا هادي ماشي نقول لكم انا يعني. اذا شديتو على هاد الشكل وتقنت بان هادشي كلشي مليح غادي نجي ونمشي نخيط. خصني ضروري نعمل هاد الطريقه هادي. اذا غادي نتوكلوا على الله ونخيطوا ونمشيو نخيطوا الامام والخلف ديالنا. اذا غادي ندوز الخياطه ديالي على هاد الشكل لا داعي للسرعه. Plus doucement. إذن غادي نتوكلوا على الله ونبداو الخياطه ديالنا بهذه الطريقه هذه. إذن كنقلب على النقطه ديال الوسط ديال البنس ديال الخصر هي الاهم عندي. اللي صرا الامام اللي صرا الجهه الاولى غادي صرا الجهه الثانيه بهذه الطريقه باش يجيوني الخياطات ديالي متوازنه. اذا الان كنخيط الخلف ديالي على هذا الشكل نفس الخياطه اللي عملت للامام يعني الجهه اليمنى والجهه اليسرى في الامام نفس الشيء كنخيط به الخلف ديالي.
الان غادي نلصقوا لا بارمونتور ديالنا لو دوفون. عندنا سير بيكاج او الخياطه ديال لا ديكوراسيون اللي كتكون هنا، ما درتهاش انايا، من بعد نديرها او نقدر نديرها. اذا هنايا بالنسبه ليا في الديكوراسيون عاديه كتجينا كما بغيتو نتوما. اذا غادي نلصق لا بارمونتور ديالي، انا بريباريتها، درت فيها الفيزلين ديالي، يعني دير مون كولون وكنشد هنايا. هاد لا بارمونتور اي خطا فيها غادي تادي الثمن، اي خطا. مثلا هادو ما متساويينش وبقيت كنقادهم هكذا، غادي يجيك الامام دايرها. اذا حضي معايا، الا كانت عندك لا بارمونتور عوجه عاودي وحده اخرى، الا ما كانتش متساويه مع لا غوف ديالي ولا تخوا كار ولا شي حاجه، ما تقوليش حيت دايرها هكذا انا غادي نحاول نشدها بحال هكذا ولا لا. غادي تعمليها كما انزلت، غير تحطيها تجي مباشره على هذا. اي خطا غادي يكلفك ثمن باهظ. انا هي قلت لي بحال دابا مثلا متفاوتين هنا بمليمتر ولا حاجه، ما كاين مشكل، ولكن تجيني على هذا الشكل هذا. اذا الا كنا كنناقشوا لا بارمونتور الفو في اتونسيون، حذاري ثم حذاري، ملي كنحط لا بارمونتور على هذا الشكل تجيني لاصقه سيغ ميزيغ. وي جو سوي داكوغ افيك فو لاتيفا. اوكي غادي تجيني سيغ ميزيغ. الوغ جاتني عوجه دايره بحال هكدا، هادي غادي تجوطابل كترما وكنديرو وحده اخرى. احضر من انظر. اذا غادي نحط لا بارمونتور ديالي على هاد الشكل هذا. وكنتعامل معها بهدوء ورقيه. بالنسبه للبنات المبتدئات، انا كنهضر ديما كنوجه نصائح ديالي للاخوات المبتدئات، ولا ما جاتكش صعيبه هاد المره غتجيك مره اخرى صعيبه. اذا حذاري ثم حذاري، نشوف فين صابا. اذا غادي ناخذ قلم الرصاص ديالي وغادي نتراسي سنتيم سنتيم سنتيم. انا ما عارفاش نخيط، غادي ندير سنتيم 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 سنتيم، ونجيب المسطره ديالي ونتراسي سنتيم ديالي، ونتراسي ونعمل سنتيم ديالي على هاد الشكل هذا، وغادي غادي غادي بسنتيم ديالي حتى لهنايا. اذا المسافه اللي اتفقنا عليها حنايا حددنا هنايا واحد الرقم خصكم تعرفوه، هو 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر ملي كنا كنديرو التصميم ديالنا قلت لكم 10 سنتيم هنايا. غادي نجي من الفوق من هنايا وغادي نخلي مسافه ديال 6 سنتيم، ونجي خياط على هاد الشكل هذا، نخيط بهذه الطريقه. اذا كمبتدئه شنو غادي نعمل؟ غادي نعمل فوفيلاج الغرزه الاماميه باليد، او فوفي في الباتي، او في التايير، او عنده بزاف ديال الاسماء. اذا وعاد نخيط، ما تخيطيش مباشره. اذا بريباريت الجهه اليمنى، غادي نشوف الجهه اليسرى نفس الشيء حتى هي. خصني نحطهم على هذا الشكل هذا باش حتى مقلوب ليا نتدارك الموقف. ديما كيتقلبوا البنات، غادي تقلب ليك وغادي تخيطي وغادي تبقاي تفتقي وتعاودي، وداكشي الزربه ما عندنا ما نديرو بها. نصيحه ليا ليكم الاخوان. اذا المسافه اللي خليت هنا هي اللي نخلي هنايا، ونجي عامل على هذا الشكل. و 10 خليت هنا، نخلي 10 هنا باش يجيوني موازنين، لان العين ما كتزغلش. ونجي هابط حتى لهنايا. اذا لاحظوا معايا مزيان، غادي نخيط من هنا لهنا، غتكون ليا بالنسبه ليا ساهله، ولكن ملي غادي نجي نخيط من هنا لهنا، انا عكس الخياطه اللي غادي نلقاو فيها المشاكل. غادي نجي نخيط من هنا غادي تجيني صعيبه، ولكن الا درت فوفيلاج عندي الحق نخيط من هنا، وعندي نخيط
من هنا. اذا انا ما دايرش فوفيلاج، غادي نخيط بهكدا ونعاود نخيط من هنا، واخا ندخل دومي ارتيكل نصف الارتيكل ديالي تحت لا ماشين غير باش تجيني الخياطه متوازنه، لان ديما كنقول لكم السنان كيشربوا واخا تكوني طريق ليهم حتى تعيوا. اذا غادي ننتقلوا لا ماشين. اذا غادي نبدا الخياطه ديالي على هذا الشكل. اذا ملي كنكون كنخيط كنحترم لا فالور ديالي لا خياطه على هذا الشكل. هاد الصباط دور على هاد الطريقة هادي. هنايا جهة دائرة نصف دائرية غون، اذا اش قلت لكم؟ قلت لكم بان ملي ما دايرش فوفيلاج خصني نبدا من هنايا، انا ما غاديش نبدا من هنايا، لان شاد بليزي بانجل غادي نبدا من بلاصه اللي بسيطه ليا. اذا بديت بالعكس ديالها ولكني راه شاد بليزي بانجل. اذا ديما كنتحسس بيدي شنو كاين هنايا. راقبوا معايا الموديل بعد ما خيطنا على هذا الشكل هذا. اذا هذا هو كل شيء اللي غادي يدور لنا على هكذا، بحكم انه غون من هنايا غادي ندير فيه ليكرون باش يرجع ليا سوبل على هذا الشكل. لاحظوا معايا. اذا كما صرا على هذا، كما درت لهذا غادي ندير الجزء الثاني ديالو على هذا الشكل. هاد لي كوان من الافضل نديرو لهم بحال هكذا باش ملي نقلبوا يجينا رائع. اذا نفس الشيء انكليني على هكذا مايل على هكذا باش يرجع لنا سوبل حتى نوصل لهذه ديال الازرار، هذه ديال لابارمونتيغ ديال الازرار. اذا غادي نعمل هكذا على هذا الشكل مباشره ونقلب على هكذا كما تشوفوا. نشد قلم باش نخرج هاد القنات هادو. هاد القنات راه وريتكم الطريقه باش كيتخرجوا ديال لا فيست كول تايور او بيان البوانتي ديال الروفير ديال كول تايور. اذا هنايا فين غادي يكونوا عندي جوج لي بوتونيير فهاد البلاصه اللي خارجه ليا على هذا الشكل هذا. والعمليه الثانيه اللي غادي ندير غادي ندوز الحديده ديالي على هذا الشكل هذا، وهاد البلاصه راه خليتها مفتوحه ب 5 سنتيمتر او 6 سنتيمتر شتوها باش نلاقي هذا ديال الخلف مع ديالو الثاني، وغادي نشرح لكم في الطابلو. اذا كما تشوفوا خيط لا بامونتور ديالي على هذا الشكل وقلبتها هكذا ودوزت الميكوات على هذا الشكل. وهنايا عاوتاني كما كتشوفوا، اذا الان توفر لي الامام ديالي على هذا الشكل هذا. اذا انا هاد الخياطه هادي ديال لا ديكوب لاتيرال جهلتها في السيربيكور او البيكاج. اذا لاحظوا معايا هادو كيف كيف الامام مع الامام. اشنو غادي نعمل؟ غادي نحاول نقربكم للصوره باش غادي نلاقي هذا مع هذا على هذا الشكل. بدات كتضح لنا المعلومة دابا حاليا كل شال في المونتاج ديال كل شال اللي درت نفس الشيء اللي هنايا. اذا غادي نتوكلوا على الله ونقربكم للصورة اشنو غادي ندير. نساو هنايا، شوفوا ليا ركزوا ليا على هنايا. اذا لاحظوا معايا الموديل كي داير، عندنا فاس لافاس على هذا الشكل هكذا على هذا الشكل، وشديت الكوال ديالي دورتهم على هذا الشكل هذا، وغادي نشد هذا مع هذا على هذا الشكل وهذا مع هذا، ونعمل لهم خياطه
على هذا الشكل. هذه هي المسافه اللي خليت فيها 6 سنتيمتر بالنسبه لنا الكولشال. ونشد بلي زيبينغل هذا. اذا لا بارمونتير ما ناقشتهاش مراد. اذا هذه ما ناقشتهاش. اذا ملي غادي نخيط هذه على هذا الشكل غادي نلاقيهم على هذا الشكل غادي يجيوني ملاقين. اذا نفس العمليه غادي نشد هادو على هذا الشكل وغادي نخيط هادو. اذا غادي نخيط هذه عاد نخيط هادو قدامكم. بس كما تشوفوا بهذه الطريقه هذه نلاقي كل شال. اذا نفس الشيء غادي نعملو لا بارمونتور ديالي. اذا كما كتشوفوا معايا دابا خيطت هنايا هنايا في الخلف ديال كل شال بقى ليا لا بارمونتور هذه اللي غادي نخيط بهذا الشكل هذا. اذا لا بارمونتور حتى هي غادي نخيطها بهذا الشكل هذا. اذا في الاخير غادي نسد الفتحه اللي الفوق هذه اللي خليت 6 سنتيم كما تشوفوا. غادي نقلب على هذا الشكل وندوز الخياطه ديالي كي كندوزها على كل شال. نحل هذه الخياطات الطريقه ونحل الخياطه الثانيه حتى هي على هذا الشكل ونخيط. دابا بقى ليا باش غادي نلصق الخلف ديالي بعد ما انتهيت من الكول ديالي بهذه الطريقه هذه. شفتوها على هذا الشكل خيطت هنا وعاود خيطت من هنا وعاد خيطت من هنايا. اذا هذا الخلف كما كتشوفوا. ها هما لي زيبول ها الرقبه. هذا بالنسبه ليا كورشال ديالي اللي مونطينا من هنا ومونطينا من هنا ومونطينا من هنايا. غادي نلاقي دابا الكتف. الان الكتف ديالي اذا هذا الرقبه غادي نشد هذا ونحطو على هذا الشكل هذا على هذا الشكل ونشد بلي زيبينغل ديالي. اذا التمرين ضروري منه باش يكون عندي التمرين. ونشد الجهه ديالي الثانيه. اذا غادي نحاول نخيط الكتف الاول على هذا الشكل ونشد الكول ديالي اللي هو هذا مع لا بارمونتير ونجمعهم بجوج كي عملت معكم في كل شال. اذا غادي نوصل اخر مطاف ديالي هو الكول الكتاف. دابا دخلت كنخيط الكول ديالي ها هو شادو بجوج باش نخيط الرقبه مع الكول ديالي. اذا غادي نشد اذا انتهيت من الكول ديالي. غادي نمشي لي زيبول الثانيين الكتف الثاني الكتف الثاني وغادي نشد معاه لا بارمونتور ديالي على هذا الشكل هذا. اذا في الاخير توضحت لنا النتيجه. هذا هو الخلف ديالي وهادو هما الكتف ديالي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. اذا ما بقى لي الا نخيطها بالجناب ديالها نجمعها. هادو هما اليدين ديالي على هذا الشكل غادي نجمعها من هنايا. نجمع المونطو ديالي على هذا الشكل هذا. اذا لاحظوا معايا الكرانه ديال خط الخصر ديال الجانب. دابا كنجمع لا بياس ديالي.
نشوف الجهه الثانيه. اذا خدام انا الان في الجهه الثانيه الجانب، اذا نتيجه الكول ديالنا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني هكذا يعني. اذا النتيجه الاخيره على هذا الشكل هذا، غادي ديري دو بوتونيغ على هذا الشكل و لا غوف ديالنا على هذا الشكل هذا كما تشوفوا تحت. ولا فتحتو غادي يعطيني هذا الشكل هذا، سفون دان غوفير على هذا الشكل. إذا نتمنى أن تكون توفقت في هذا البرنامج هذا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله.